بسم الله الرحمن الرحيم. شعبنا الصامد الصابر المنتصر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم باسم ثورة ديسمبر المجيدة وباسم شهدائنا الأبرار وتضحيات الجرحى والمفقودين وبثالة السوار الأبطال في شوارع المدن والقرى. أقف أمامكم اليوم لأخاطبكم في ذكرى 30 من يونيو، هذه الذكرى التي حولتها جسارة وبسالة السائرات والسوار من أبناء شعبنا الأبطال، من ذكرى يوم بدأت فيه حقبة كالحة من المظالم والفساد والطغيان والاستبداد، استمرت ل30 عاما وأورست بلادنا خرابا ودمارا وديونا وبحارا من الدماء، تحولت ليوم حاسم مجيد كتب فيه السوار بمداد من نور: إن كلمة الشعب لا غالب لها، وإن سلطة الشعب تعلو ولا يعلى عليها، وإن الشوارع لا تخون، والمدنية خيار الشعب. لقد كانت الجموع التي اندفعت لتملأ الشوارع في 30 يونيو 2019 هي صاحبة الكلمة الحاسمة التي عادت رفع راية حرية سلام وعدالة عالية وخفاقة لإنصاع الجميع احتراما وإجلالا لصوت الشعب الجسور باتجاه التوافق على معادلة سياسية فتحت الباب لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في بلادنا الحبيبة. هذه الجماهير التي انتظمت في لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وكل القوى الوطنية الحية هي التي صنعت التغيير الحقيقي في السودان. إن كلمة الجماهير وقراراتها لا راد لها. ولقد التقيت في الأيام الماضية بطيف واسع من القوى السياسية ولجان المقاومة والقوى المجتمعية، واستلمت وقرأت بعقل مفتوح وخاطر أكثر انفتاحا مذكرات لجان المقاومة وأسر الشهداء عن تعديل المسار. وأنا أؤكد أن كل المطالب التي وردت في هذه المذكرات هي مطالب مشروعة واستحقاقات لازمة لا مناص عنها من أجل وضع قاطرة الثورة في مسارها الصحيح. وستعمل حكومة الفترة الانتقالية على تنفيذها بالشكل الأمثل خلال الأسبوعين القادمين، متوخين في ذلك التوصل إلى أعلى درجات التوافق والرضا الشعبي. شعبنا الباسل، إنه مما لا يخفى عليكم إن التوازن الذي تقوم عليه المرحلة الانتقالية التي تحاول حكومة الثورة إدارتها هو توازن حساس وحرج، وإنه يمر بين كل حين وآخر بكثير من المصاعب والهزات التي تهدد استقراره وتتربص به قوى كثيرة داخل وخارج البلاد تحاول إعادة مسيرتنا إلى الوراء. ولكن ما أؤكده وأعد به بأننا قد نتعثر ولكننا لن نعود أبدا إلى الوراء. إنني أعيد التأكيد على التزامات الحكومة المبدئية بتحقيق العدالة والقصاص الذي يضمن عدم تكرار الجرائم التي تم ارتكابها خلال 30 عاما الماضية في حق أبناء شعبنا، ومحاربة سياسات الإفقار المنظم التي عانى منها شعبنا خلال العقود 3 الماضية لصالح سياسات اقتصادية متوازنة تضمن التنمية وعدالة توزيع الموارد وتوفير الخدمات الأساسية للجميع وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في السودان، والسعي لإسكات صوت الرصاص وجدل البندقية في الساحة السياسية السودانية إلى الأبد، وضمان سيادة حكم القانون والعدالة في ربوع البلاد بشكل جذري لا مساومة ولا تهاون فيه. إنني أناشدكم وأنتم تمارسون غدا حقكم الأصيل الذي انتزعه شعبنا في ثورة ديسمبر المجيدة بالتعبير السلمي عن الرأي والمطالب بتوخي أقصى درجات الحرص واتباع الإرشادات والموجهات الصحية التي تساهم في الوقاية من زيادة انتشار وباء الكورونا، حماية لشعبنا وأنفسنا من مخاطر الانفجار الوبائي، وكل ثقة في يغز الثوار وتمسكهم بسلاح السلمية الذي انتصرت به الثورة في مواجهة القوى الظلامية. الشعب السوداني العظيم، ستتوالى على مسامعكم في الأيام المقبلة
عدد من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية، وقد يكون لبعضها أثر كبير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وستحاول بعض الجهات استغلالها لتأجيج وصناعة حالة من عدم الاستقرار. إنني أدعوكم جميعا لتوخي أقصى درجات اليقظة والحذر. إننا سنعبر وسننتصر بوحدتنا وبتمسكنا بأهداف ثورتنا المجيدة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. حفظ الله السودان وشعب السودان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.